إلى يوم الدين. تحسس بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو ميزاته التي بلغ فيها درجة الخصوصية. فمن أخص ميزات النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفها أو ما عرفه فيه بعض أعدائه أو أعداؤه قبل بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. أخص صفتين أخلاقيتين يحتاجهما كل إنسان على الأخص رائد الأهل ورائد العشيرة، صفة الصدق وصفة الأمانة، وهما صفتان متداخلتان. صفة الأمانة معناها الصدق في الوفاء بالعهود وقضاء الأمانات والودائع، هذا معناه الصدق أيضا، لكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين وسموه بذلك قبل دعوته وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم. لما اختلفت مكة وهي تبني الكعبة من يضع الحجر الأسود في مكانه، فذلك شرف لا يناله رئيس قبيلة دون أخرى، قالوا اجعلوا أول من يطلع عليكم من الشعب أو أول من يخرج عليكم اجعلوه حكما بينكم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا جاءكم الأمين، جاءكم الأمين. سموه بالصادق الأمين لما عهدوه من أخلاقهم ومن جميل من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن فعاله ومن جميل عهده بكل من عمله. فكانت صفة الأمانة صفة لا تنفك عنه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ولا بعد البعثة. لم يعترف بها المؤمنون به فقط، وإنما أقرها عليه حتى الذين لم يصدقوه مع اعترافهم بأنه الصادق الأمين. أيها الأخوة، هذه صفة ضرورية ومهمة لما نتكلم عليها دون سائر الأخلاق ودون سائر الفضائل، لأن حاجة الأنبياء إليها في البلاغ عن الله عز وجل حاجة عظيمة. انظر إلى كتب تصف الأنبياء بصفات غير لائقة، يعني تثبت العصمة لرجال الدين وتنفيها عن الأنبياء والرسل. هذا كلام فارغ بصراحة، يعني الواحد أريد أن أتخير لفظا يتناسب مع المنبر، لكن ما يتناسب مع الكلمة أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيها أنها كلام فعلا تافه وصفصقة، لا ترقى لدرجة أن تكون هذا الكلام لا يرقى لدرجة أن يكون كلام عقلاء فضلا أن يكون وحيا. كيف نصف الأنبياء بالخيانة، ونصف الأنبياء بشرب الخمر والسكر، ونصف الأنبياء بصفات غير لائقة، ثم نتقبل منهم أن يكونوا أنبياء ونقبل من رجال الدين أن يكونوا معصومين؟ هذا خطأ كبير وشنيع. لذلك اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين، صفتي الصدق والأمانة، ليس من باب الصدفة، إنما هو القدر والاصطفاء والاختيار من الله تبارك وتعالى في المكان الذي يجعل فيه رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، توجهت إرادة أهل مكة جميعا بجميع قبائلها وبطونها وأفخاذها إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بعد البعثة، واجتمعوا لذلك في دار الندوة وقرروا أخذوا قرارهم وسعوا فيه سعيا حثيثا جادا ليس فيه نوع من التهريب. ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة وأراد أن يخرج من مكة. وكانت عادتهم أنهم يدخرون نفائس أموالهم ومدخراتهم، يستودعونها عند النبي عليه الصلاة والسلام لما علموه من الأمانة في أخلاقه، فهم يسعون في قتله. وماذا يفعل هو؟ هل يأخذ مدخراتهم ويهرب؟ لا،
إنما خرج وقبل أن يخرج ترك علي بن أبي طالب ليؤدي الودائع إلى أهلها والأمانات إلى أهلها. سبحان الله، يسعونهم في قتله وهو يسعى في أداء الودائع والأموال إليهم، لأنه الصادق الأمين. الصادق الأمين خلق لا يتجزأ، خلق لا يتبعض، خلق لا يقبل المساومة، خلق ليس خلق معاوضة. يعني خلق معاوضة؟ الأمر ده خطير جدا في كل الأخلاق وليس في الأمانة فقط. الأخلاق يا إخوة ليست أخلاق معاوضة، يعني تبذلها لمن يعطيها لك. الأمين معك تكون أمين معاه، خطأ فقط. هذا فهم خطأ، أنك أنت تجعل الأخلاق نوع من المعاوضة. إذا جرك عدوك لساحته الخلقية فأنت المنهزم، لأن النصر قد لا يكون بالعتاد والعدة، إنما يكون بالأخلاق. وصدق شوقي رحمه الله لما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق ممكن تكون هي يعني مرتكز النصر أو الهزيمة، سبب أساس في النصر أو الهزيمة. تعرف الآن إن في حروب دائرة أيها الأحباب على أبنائكم وعلى شبابنا، حروب دائرة من نوع حرب الأخلاق فقط والأفكار والمبادئ. إذا هزمت، وفي أمم فعلا مهزومة الآن، إحنا الآن مهزومين أخلاقيا. لماذا؟ ضد أي سلاح؟ ضد سلاح إنستغرام. عايز أفتكر الأسماء العفشة اللي من استعملها، أيوة، التوك توك ولا لا؟ لا، خلينا أقول الحاجة حاجة. والله أنا لا أسمع أسماء تطبيقات وبرامج، أنا بحذركم، لأن هذه الأشياء موجهة. لما تجد مشهد 30 ثانية ومصور بكاميرات احترافية، وأنا ما زلت أستعمل سماعة الأذن في تسجيل خطبة الجمعة اللي هي بتحمل فضيلة وخلق، وقال الله قال رسول الله، وتجد مشهد مكون من 30 ثانية فقط ومصور بثلاث كاميرات احترافية من الزوايا، من شتى زواياه، هذا ليس مجهود فردي. افهموها لوجه الله، افهموها. فيه مؤسسات دولية تنفق على إفساد أخلاق أبنائنا وتعمل على ذلك ليل نهار، وتنفق نفقة جبارة في سبيل أن يتحول الولد إلى نفعه وإلى إنسان هات وخد. أليس هذا مسمى الحياة عندنا؟ والله هذه كلمات سائرة يقولها الناس ويرددونها بغباء وقل الديانة وعدم تفكر، وهم لا يشعرون. يقولون الحياة الآن هات وخد. لا، الحياة ليست هات وخد. أنا ممكن أخذ على طول، مش مشكلة، وممكن أدي في نفس الوقت على طول طالما أملك، ما فيش مشكلة، لأن المجتمع فيه روح التضامن والتماسك والترابط. الآن الحرب ليست على المجتمع فقط، الحرب على تفكيك الأسرة وأن يكره الولد والديه. والله العظيم الحرب، أنا مش بخطف في الأمانة علشان خطر أدي لك شوية نصوص وتروح وما أنتش فاهم حاجة خالص، لا، الحرب هكذا، أن تضيع الأمانة في نفوس أبناء المجتمعات كلها، ويبقى المسيطر هو صاحب رأس المال. لأن هنستوي في الأخلاق، وأخلاقنا بل ستكون أشد سوءا، وهو هيكون ملك المال. يبقى النصر لمن؟ لملك المال، لملك القوة، لمن يملك القوة من الناس من العباد. فلذلك ما تستهونش بتطبيق اسمه توك توك على جهاز ابنك ولا على جهازك. ده انت الان ما تغير في تربيه ابوك وامك ليك، كيف رباك مجتمعك، كيف ربتك بيئتك التي نشات فيها، انت الان تعمل غسيل لهذه التربيه وعمليه احلال وتجديد. يلا انزع، خلي ومش حلي، وخليها مر، خليها خل، خلي وخلل. تعرف خلي وخلل؟ يعني الصوفية يقولوا خليها قبل أن تحليها على النفس،
خليها من شوائب ورذائل الأخلاق وحليها، ثم أدخل عليها الأخلاق الفضيلة تزكو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها بالأخلاق بالفضائل، يدخلها على نظافة. إنما لما يدخل فضائل على وثائق زي اللي يكب حليب، يصب حليب مكان شاي مكان قهوة، يبقى يتلف الدنيا، ما ينفعش حاجة خالص، يضيع المشروب. ممكن يصب حليب مكان خل، يضيع الدنيا خالص، موضوع تلف. فالصوفية قالوا خليها قبل ما تحليها، لا ده هم مما يخلوها من الفضائل وبعدين يصبوا فيها الفساد بكل ألوانه. لما تجد ممثلين، لما تجد وسموه الفنان الكبير على فكرة، فنان كبير، مش فنان ليه كبير وهو بيركب طيارة وعنده طيارة خاصة وإحنا مش لاقين نركب بسكليت حتى، ها؟ فلازم ابنك ينظر له نظرة إكبار وإعجاب، ولازم أنت تندم إنك أنت ما خليتش ابنك يلعب كورة لحد ما أصبح لاعب يباع ويشترى بأثمان عالية في الفرق. وين نتيجة اللعب؟ استفدنا إيه بعد اللعب؟ والله العظيم دي قيم. اوعى تقول للاعب الفلاني حفظ القرآن، اتركك من الكلام الفارغ هذا. احتراف اللاعب كثير من العلماء حرموه، احترافه يعني اتخاذه حرفة ومهنة. حلاوتك زمان كان احد يجرؤ زمان يجي يخطب بنت يقول له بتشتغل ايه؟ يقول لاعب كرة ولا فنان؟ يقول له يا مشخصاتي يا جليل الأدب. تيجي تخطب بنتي وانت مشخصاتي، مشخصاتي يعني ممثل يعني، الآن يسموه فنان ونجم. لذلك الأمانة إذا خلت منها نفوسنا ضاعت، لأن أصبح ما فيش أمانة بين الأخ وأخيه، وأصبح ما فيش أمانة ولا ثقة بين الولد وأمه، ما فيش أمانة بين الولد وأبيه، بين الأب. تعيد اليوم يلا هجيبنا الدرس. المهم نقول تاني، خلينا احسن اقول لكم نصوص، اصل احيانا الناس تتخذ بذنب غيره. يلا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا علي يرد له الامانات لمين؟ لمن يريد ان يقتله. وابو سفيان ابن حرب رضي الله عنه قبل ان يسلم التقى بمين؟ التقى بهرقل عظيم الروم، وأخذ يسأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل رواه البخاري في أول الصحيح، وقد يكون الحديث الثالث ولا شيء في صحيح البخاري. فصفة الوحي، حديث صفة الوحي، فوصف سيدنا محمد بصفات، فقال له من ضمن أسئلة هرقل لأبي سفيان بماذا أمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة وصدق الحديث وصلة الرحم والأمانة والصدق، ويأمرنا بالصدق والأمانة. فوصفوا، كان لسه كافر أبو سفيان، فوصفوا بالصدق والأمانة. النجاشي لما هاجر إليهم مهاجرة الحبشة وطلب واحد منهم يكلمه، قالوا له أحسن واحد يكلمك ابن عم نبينا وهو أميرنا جعفر بن أبي طالب. راح جعفر فسأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما شأنهم؟ فقالوا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونستحل الدماء والأعراض، حتى قاعد يوصف الجاهلية، فهيوصف الرسول وبعد كده يوصف الإسلام. فقال إيه؟ حتى بعث الله فينا رسولا منا، يعني مش دخيل علينا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. نعرف نسبه وصدقه وأمانته فأمرنا بالصدق والأمانة أيضا، يعني هو صادق أمين وأمرنا بالصدق والأمانة. فاختصر الإسلام في كلمات وجيزة، هات أحسن محامي في التاريخ وقول له اختصر قضيتك في كلمتين صعب عليه. جعفر اختصر الإسلام في ثلاث سطور، جعفر اختصر الجاهلية ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف الإسلام في ثلاثة أسطر.
حق لكم أن تحفظوا هذه الثلاثة أسطر كما تحفظون الفاتحة من القرآن، لأن هي تعريف عام بدين الإسلام. تعريف عام بدين الإسلام ده عنوان كتاب للشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه. فالتعريف عام بدين الإسلام، احفظ الخمس سطور، إن زادوا في كل الروايات خمس سطور يصفون الجاهلية والرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام. محامي عرف يختصر قضيته وعرف يقدمها وينتصر ليها عقليا وذهنيا وتطبيقيا. هم رأوا أهل الحبشة، رأوا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وأخلاقهم ما جعل ملك الحبشة النجاشي يسلم وأصبح مسلما غير معدود في الصحابة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه معدود في التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأمانة وتنزل على هذه الأوامر: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نفى عنه الإيمان الذي ليس عنده أمانة، ما عندهش إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل وظفناه أو عملناه رئيس أو والي أو حاكم على بلد أو مسؤول عن مسؤولية معينة، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. مخيط يعني خيط، خيط خياطة، خيط من اللي بيخيطه أو إبرة. فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الغلول الأشياء التي لا يحل أخذها من مال الدولة، فأخذها تأتي على عنقه يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه أن الأمانة ليست خلق معاوضة، فقال: أدي الأمانة لمن ائتمنك وإلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. يعني احتفظ أنت بأخلاقك وتميز بها، احتفظ بمبادئك وكن متميزا بهذه المبادئ وهذه الأخلاق، لا تتنازل عنها. هذه هي الأمانة، ليست خلق تبادلي تنفقه أو تتعامل به مع من يتعامل به معك. لا، أنت الكاذب تعامل معه بصدق، الخائن تعامل معه بأمانة، الوضيع تعامل معه بعزة. لا تكن، لا يجرك إلى ساحته ولا إلى أخلاقه. في الحالة دي تظل الشعوب وتظل الأخلاق وتظل الأمم باقية قوية، وإلا والله الحرب الدائرة على تغيير أخلاق ومبادئ الأمم أقوى من حرب الدبابة والمدفع والطائرة والقصف والبارود والصواريخ والبراميل وكل شيء. أنا أقسم لكم، وأسألوا اللي يعرف، أنا رجل شيخ بعمة لا أعرف إلا قال الله قال الرسول. أنا عرفت أسقط على الواقع يبقى جميل جدا، لكن هذا الأمر اسألوا المتخصصين فيه، تتبعوا المقالات الساسة والكتاب والمحللين، ستجدوا أنكم مستهدفون بمدافع اسمها منصات التواصل. دي مدافع، دي منصات صواريخ، مش منصات تواصل. منصات الصواريخ أسهل تعرف أسهل في إيه؟ إن هي تقتل الإنسان، إنما تحفظ سيرته حميدة. إنما هذه منصات التواصل ليس عيبا فيها، إنما عيب في استخدامها واستغلالها بصورة سيئة ليس لتزكية الأخلاق بل لإفسادها، وهي موجهة بالفعل وليست بطرق عشوائية. وأكثر البلاد استعمالا لها هي أكثر البلاد تغييرا في الأخلاق، وسترون اللي ما شافش هيشوف، ومش من سنوات طويلة. تعجبلوني بعد خمس سنوات إن ما كانت أمم كاملة ستتغير، وخرائط وجغرافيا أنا ما كنتش أعرف حاجة ولا قريت ألف باء. ستمحى بلاد من على وجه الدنيا، ستمحى. لماذا؟ لتغير مبادئ أبنائها عن أسلافهم وعن طرق تعاطي أجدادهم لردود الأفعال. الآن الزمن تشترى وتباع، الآن الأخلاق أصبحت مبعضة وتتجزأ في نفوس الناس. بعد ما كنا نقول أن المسلم يتميز، أصبح المسلم الآن يتميع
لا أزيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجمعة لها مش الجمعة فقط، الأحكام الشرعية كاملة، سواء من جهة الأمر المندوب أو المفروض النفل أو الواجب، أو من جهة النهي المكروه أو الحرام، فأي حكم شرعي له فلسفة، هو يعني إنشاء فرد ومجتمع قوي. فالمجتمع القوي، المجتمع القوي هو لا يكون قويما بمجرد أن الإنسان يسمع. طب واحد نسي، نذكره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا تواصوا. لو ما تواصوش هيكون في الخسر. من جنس الإنسان في خسر إلا الذين تواصوا بعد الإيمان، التواصل. توجيه المسلمين ليس واجب الإمام فقط ولا الدعاء فقط، إنما واجب كل المجتمع نحو بعضه أفراده. ما ينفعش بواحد ما يصلي معك الجمعة ويعمل حركات مش مزبوطة وانت تتركه. يا أخي انصحه بدل ما نتوقف في الخطبة. عيب الكلام ده، ما يتبسع يعني. قد يرانا واحد في الهند، قد يرانا واحد في الشرق وفي الغرب خارج المسجد. يعني خلينا يعني مع بعضينا، يعني خلي أخطائنا مع بعضينا، فنتواصل مع بعض الوجه الله. ما تخلونيش أثناء الخطبة أقول يا ابن تعدل يا ابن، ما ينفعش. أنا أما حاول أنتقل الألفاظ، عارف ليه؟ مش عشان خايف من حد، عشان خايف من روحي. هقعد أأنف في نفسي أسبوع، أو هقعد مريضة أسبوع لو أنا رايحت كلمة، لو فشيت نفسي الكلمتين الآن همرض فيهم أسبوع. طبع كده معرفش، أغلط وأقعد أندم وأقول في نفسي أسبوع كامل مريض، أدخل وأخرج للصلاة وأنا حالي معكنة من كلمة قلتها في الجمعة. فالوجه الله اللي يقعد قدامي يكون عنده استعداد انه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر عشان يبقى من المسلمين، مش انا اللي اقعد اوجه اللي قاعد واللي ما يتكلم مع التاني. احنا دكتور مكه لو جبتوهم ابو لهب وابو جهل وابي بن خلف وقعدتهم في جمعه هيلتزموا باداب الجمعه. لماذا؟ لانها ليس هي اداب حديث اصلا قبل ان تكون اداب جمعه. اداب حديث يعني عند المسلم عند غير المسلم، اداب مجالس. اوعى يغرك ان حريه ان الواحد يقعد وهو سليم معافى وشاب عنده 22 سنه يقعد ينام واحنا قاعدين حواليه عمام واكبر من ابوه. ما ينفعش. عينها انتوا ناويين على عيالي. طيب حسب ارتفاع الاصابات بكورونا رجعنا تاني نصلي على تباعد والالتزام بالكمامة والسجادة. رجاء ممن يترددون على المسجد الالتزام بهذه الثلاثة. أقول ما تسمعنا استغفر الله لي ولكم.